حمد احكيك يا مختار يا نفس مكرم مختار بالمزمر والقيصار يمدح فيك داود البار مدح جوالي وتجارة يا ما ربحوا فيه تجار وينالوا بطهارة قدس شفاعة ومعونة وكرامة بك نلنا كل الأفراح والنعمة والرضا والقبول وأعطانا الرب السماح حين سر أن يكون فيك ديح ويلون لك مني في كل صباح ألف سلام يا بكر بس لتسهل الرب مخلصنا يوصلنا للمينا بسلام توضك الرب المعبود بأكال النورانية واختارك من بيت داود بحلول الكلمة الأزلية في بطن ياسر مولود لأجل خلاص البشري ورب الإنسان الأول إلى مرتبته بكرامة حل الملك الممجد تسبح له كل الطغمة لا نسجد وياه معبود معترفين به كل الأوقات لأنه آتى وتجسد من سياسة الزينة بسر لا يدرك معناه ولم تحوي عقول فهانا حواء قد أضغط آدم وسقطه من سم الحية طاوح أو أصبح نادم عريا من مجد الحرية فتح من منك العالم مدبر كل البشر واختارك من صدق كريم وأعطاك مجدا وكرامة خصك يا ابن سياقين واختارك من بداو ليسكن في كبسر وعسي رب المجد الحي الماء وتشبهتي بالكروبيم وقد جبتي عن كل جنود بكل طقوس نورانية تفضلتي عنهم بالسلام داود البر قلعي فيه بالمزمر والقيصار رب المجد اختار حسني وملاكي نعمة وطهارة أتى وسكن في بطني في يا ملجأ كل الحيارة أي لسان يقدر أن يتكلم بمجدك أو ينطق بكرامة رب المجد اختار حسنك مجد له وانا مجد هي من أنت في قصر ابنك بسر عظيم لا يدرك معنى أتى وسكن في بطني في وهو كان في أبنادي تجسد منك وصار مولود وراتي عباد الرضا خطاب زانك بحلوله احساكي واخذ منك النقصية وحملتي فوق يديك متحدا بالله ورضع من لادن سبيك رب جميل بشرية المعطي شعبه كل طعام وردع فيه وآكل بعد فطار كل النوراني قد رأى أبونا يعقوب إسرائي وهو منصب وجلس أعلاه إله الآلهة ستة جيل فتحير في الأمر وتنبأ وشرح تأويه عن تدبير اللاهوتية بسر يفك كل نداء شفع الرب من يسكن فيك واختارك من بالداود وارسل جبرائيل اليك بشرك بحلول الماء قال الروح القدس يحل عليك ويذللك العالي المرهوب بالقوة الإلهية فأعطاك رفعة
في رؤيا حسيا وقد عاين في المشرق ده مرتفعا والرب اتى فسل فيه وفرج عليه ايجاب وتنبأ وشرح معناه عن تدبير رب الارض تحتل به الذكر نقيا ويولد منها كسائر الغيب. دانيال شرح في تأويل لما عين بإفرونوس وعليه ملك رب جليل وحوالي تسجدني أنجيل صح الكل وصدق التأويل وتنبأ شيطاني بنزول شبه ندى ومطار قصر بغير سحب وغمام فقطع السماوات ونزال كنبوة داود هادي وفي علو سمع لم يزال هزالي كائن في مجدها حين وفى وعده وكمال فتجسد من ذكر فتى مختارة من سبط كريم أبدل عادي شرف وكرام ظهر ما تنبأ به وكمال شرح في أسباب تأويل ها هو ذا العذراء تحضر بمولد يسمى عمانو يأتي في عقد الأجيال ويخلص شعب إسرائيل وأكمل سائر ما تنبأ وظهر له على الأرض وعلى عاصى هارون قد أظهرت وأخرجت أورق وشهار بغير تقية اضطرت بعد يكسى أخرجت النار والآباء قد تصوريت عن سياسين الأبقى تكربة تحت الوتليت من يظهر على الأرض سلام عام الشرح بمعاني عن ميلاد وحيد مولد من دفء الأزمة وميلاده في عقب الآن حقا يولد ميلاد جهداني من ذكر شريفة في الأنساب من أصل قبيل الداود يتجسد مولد كسائر الغوم في رؤيا ما ضرب الآن أبو غلم في الشاهد عنكي كامرأة مستملة بالشمس وقمر يضيء تحت رجلاه هايكي وكواكب اثنا عشر تقسيم من حولك وعيانيك في الآفاق العلوية ضياء في له على الأرض على قد صح القول وقصر الشمس ضد كريستوس والقمر كوكب الأصغر هو يؤنس به بروبروك هوموس ومصابيح جملة اثنا عشر كريستوس ماذن أبسطس وانت يا بكري نقية أكملت رؤيا تمام